بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي الكرام، تلا علينا فضيلة الشيخ عبد الستار آيات كريمات تتحدث عن أشياء لابد للإنسان أو للمسلم أن يضعها في قلبه وعقله حتى تكون نبراسا له في حياته ونورا يضيء له حياته وآخرته. في الحقيقة قصة سليمان مع النملة، وقصة سليمان مع الهدهد، وقصة سليمان مع المجلس العسكري الذي عقده لأنه علم بأن هناك ملكة توجد في الأرض تعبد غير الله عز وجل، فيجمع جنوده كلهم ومجلسه العسكري حتى يجبر هذه الملكة مع أهلها أن تعبد الله عز وجل. فإنه يجيش الجيوش لا من أجل ملكه ولكن من أجل عبادة ربه. الحقيقة قبل أن نتكلم على هذا، لا بد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تبارك وتعالى بمنهج، هذا المنهج لا بد أن يطبقه في أرضه. ولذلك المسلم لا بد أن يكون في عقله قواعد، هذه القواعد يمشي بها في دنيا الناس. فلا بد أن يعرف، وهي خمس محاور: رب يعبد، ومنهج يطبق، ورسول يبلغ، وكون يسلم، وآخرة إما فيها حساب فإما جنة ونعيم مقيم، وإما نار وجحيم أليم. ولذلك حينما ترى هذه المحاور الخمسة لا بد أن تعرف أن الله قد أنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج، هذا المنهج هو القرآن، ومعه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستغني المسلم ولا العالم ولا أي أحد عن سنة رسول الله، إذ أنها مكملة وشارحة ومفسرة للقرآن. الحاصل، لم يترك الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج فقط، وإنما وضع له فيه عناصر إذا طبقها في أرض الواقع، عناصر ملموسة، خطوات معلومة، عناصر يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الناس من الظلمات إلى النور، كما قال ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده استراتيجية الهدى التي تنقل الناس من الظلمات إلى النور، ولكن هذا الموضوع له لقاء آخر. لكن الله تبارك وتعالى أنزل في هذا المنهج عناصر يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه العناصر في ثلاث سور وهي أربع آيات. قال ربنا تبارك وتعالى حاكيا عن إبراهيم وإسماعيل حينما كان يبنيان أو يقيم قواعد البيت، فقال ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أول آية. تاني آية في تاني ربع سورة البقرة، قال الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا
تعلمون فاذكروني أذكركم. ثم تكلم ربنا تبارك وتعالى بنفس هذه الآية مع ترتيب وتأخير أيضا في سورة آل عمران مباشرة، قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم ذكر هذه الآية أيضا في سورة الجمعة نفس الكلمات ولكن أيضا بترتيب وتأخير، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الجمعة: هو الذي أرسل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن أربع آيات في ثلاث سور نفس الآية مع ترتيب، ولكن العنصر الذي لم يتغير في الأربع آيات في الثلاث سور هو إيه؟ أول عنصر، اسمع كده، قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، واحد. قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، العنصر الأول هو هو. قال قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته. قال الله عز وجل في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا من يتلو عليه. إذن العنصر الذي يستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ هو إيه؟ الذي لم يتغير في هذه الأربع آيات في الثلاث سور. ترى لماذا؟ ترى لماذا؟ قال لأن القرآن يتلو عليهم آياته، لأن حينما تتلو القرآن يا محمد على هؤلاء فإن القرآن فيه قصص الأمم السابقة والتي تستخرج منها العبر والعظات حتى تكون نبراسا لهؤلاء الناس لأمتك يا محمد. وتاني قال: وهو الذي يعرض عليهم حالهم في حاضرهم ومعاشهم حتى يمشوا في الأرض على نور وعلى هدى من الله عز وجل. اثنين، ثلاثة، وهو الذي في القرآن يتلو عليهم آياته، وهو الذي يتكلم عن المستقبل وما فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن آخر الزمان وآخر علامات الساعة، والله تبارك وتعالى ذكر كثيرا من هذا في القرآن، يأجوج ومأجوج والدابة التي تخرج إلى إلى إلى. ثم مش ليس القرآن هكذا فقط، فإن القرآن تكلم على ما في الدنيا من ماض وحاضر ومستقبل، وكذلك تكلم على الحياة الأخرى وهي البرزخ. ولم يكتفي القرآن بذلك، وإنما تكلم أيضا عن الحياة الآخرة اللي هي الحساب. ليه؟ قال لأن المسلم له ثلاث حياة: حياة دنيا وحياة برزخ والحياة الآخرة. القرآن الكريم حينما أتى تكلم على هذه الثلاث. من الحياة الدنيا التي تكلم عنها الله تبارك وتعالى في قرآن حتى تكون نبراسا لنا في حياتنا قصة مين؟ سليمان. مع مين؟ مع النمل. ومع مين؟ مع الهدهد. ومع مين؟ ومع الجن والطير. ولذلك حينما رأت نملة قالت نملة: يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف العدل بتاع النملة، شوف العدل. سليمان يأتي لا يرى وجنوده لا ترى النمل، ولكن في حقيقة الأمر شوف العدل بتاع النملة، يعني إن لم يأخذ النمل حذره من سليمان سيموت جميعا، ولكن النملة تنظر من النظار العدل وهو لا يشعر وهم لا يشعرون. يعني إيه؟ يعني لم يشاهدوكم، يعني لو رأوكم ما فعلوا ذلك. فلا تظلموا سليمان وجنوده، ولكن عليكم أن تتحركوا فتدخلوا مساكنكم. دي واحد الأمر، ودي أهم شيء. الأمر الثاني أن الله، أن النملة حينما رأت سليمان وجنوده جايين عملت إيه؟ ما هربت، ما راحتش كندا يعني، لا ما ولم تقل لي أنا أنجو وحدي، وإنما صرخت في الناس وقالت إيه: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. المشكل في أن هذه النملة عاقلة، وإيه تاني؟ قال المفروض أن هي تشتغل مدير أمن النمل،
يعني لو ان النملة دي موجودة عندنا احنا في دنيا الناس في بعض البلاد العربية كانت افضل من مديرين الامن ووزراء الداخلية. ليه شيخ؟ انا بتكلم مش شتيمة لهم، لا انا بتكلم لان القرآن حينما يعطينا العبر من هذه القصص فانه في الحقيقة يبصرنا كيف نتعامل مع الكون. الحاصل أن النملة حينما قالت يا أيها النمل، نادت يا أيها النمل دخلوا مساكنكم، ما قالت لهمش لا اجتمعوا كده أو تعالوا لي هيا بي تعالوا لي تعالوا عشان أتكلم معاكم، لا ما قالت ذلك، ولكن قالت إيه؟ قالت دخلوا مساكنكم، فدلتهم على طريق النجاة. فمن من مدير الأمن يدل على الناس على طريق النجاة؟ مش بس كده، ليه؟ فقالت لهم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، الخطر موجود، فلا تأتوني وإنما المشكل بقى مش في كده، دي ليها قصة طويلة يعني مش وقت طيب ماشي دي ليها قصة تحليلها، لأن أي قصة في القرآن وأي حدث يحدث في القرآن لابد أن نضعه تحت الميكروسكوب الشرعي حتى نرى ماذا يريد ربنا منا حينما يقص علينا هذا القصص. ولذلك إذا أردت أن تتلو كتاب الله عز وجل فعليك أن تسأل نفسك سؤالا وتحدث الآيات التي تقرأها، ما هي العبرة التي تريد أيها الآيات أن تعلميني إياها؟ المشكل مش في كده، المشكل كمان في إيه؟ قال أن سليمان سمع إيه؟ سمع قول النملة، مش كده؟ ولما سمع قول النملة فتبسم ضاحكا من قولها. الله، يعني ربنا تبارك وتعالى أعطاه إيه؟ يعني فهم، يعني كل ما في الكون يقول آه. ولذلك العلماء هنا لهم مشكلة، إيه هي؟ قالت هل هناك إرادة شرعية أو مجاز؟ المشايخ عمالين يضربوا بعض في الحتة دي. بعض الناس يقولون هناك مجاز في القرآن، والتانيين يقول لك لا دي إرادة شرعية. يعني إيه؟ لما يجي مثلا يقول على قصة الخضر، لما استطعم قرية فأبوا أن يضيف فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، هل الجدار له إرادة حقيقية أم أن يريد أن ينقض دليل على تهالكه ومن الإمكان أن يقع، فهذا مجاز على قدم هذا الجدار. يبقى في علماء قال هذا مجاز على قدم هذا الإيه، يبقى في القرآن مجاز. بعض الناس قال لا، كل شيء في القرآن في الكون له إرادة وله قول. والعلماء هنا بقى اتخانق ده مع ده، ولهم أدلة كثيرة، لكن لابد أنك تفهم أن في خلاف بين الأمرين. طب لما تيجي النملة تقول يبقى فاهمها، يبقى المشكلة مش أن الأشياء التي في الكون تتكلم ولها قول أم لا، لا المشكلة أن من يفهم قول هذا الإيه؟ هذا الشيء. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى يعطي بعض خلقه إمكانات ما لم يعطها لغيره. في قوة إيمانك ينزع الله تبارك وتعالى عنك بعض الحجب، فإن القلب الذي أفعم بالإيمان لا يخاف أحدا إلا الله. ولذلك ترى أنه يمشي في الكون صحيح أنه يتأدب بأقدار الله، لكن في إذا تعرض لشيء خطر لا يذهب إلا لمن؟ وهناك قصص كثيرة على هذا وسنبينها إن كان وقت يسمح، ولا نشطب بمشايخ مولانا. أنا يعني الشيخ عبد الستار هو الإيه، ما أقدرش خلفك لأني عارفك تقدر تحط الحديد في إيدي. الحاصل وقال لي 5 دقايق، فانا 5 دقايق خلصت. بص اجلس كما تحب، مدد رجلك، انا بتكلم معاك بصراحه، مدد رجلك اتكئ، لكن خلي دماغك معايا وقبل ما تمشي هفرق على كل واحد دماغه، ما تخافش عشان يروح، لانك لو ذهبت الى زوجتك بدون دماغ هتبقى مشكله كبيره.
وتعمل لي انا مشكله فين دماغك يا راجل تقول لها مع الشيخ، يعملوا لي مظاهره نسائيه تبقى مشكله. الحاصل اجلس كما تحب، اجلس كما تحب. هنا حينما يقول ان الله تبارك وتعالى اذا ادخل الايمان في قلب احد منا واذا افعم القلب بالايمان لا يرى غير الله، لا يرى غير يعني ربنا يجي كده ويشوفه، لا عشان ما حدش يقول لا، لكن في قلبه، في القلب لا يخشى الا الله. ازاي؟ قال الحاكم روى لنا حديث عجيب قوي وفي القران مثله بل اكثر منه. سيدنا عبد الله بن عمر كان في احد سفرياته، فهو في الطريق راى يعني ناس كتير كده واقفين، ايش اللي مالكم في ايه؟ قالوا هناك اسد يمنع الناس من ان يسيروا. اسد نزل ابن عمر من على راحلته ويقول لهم بقى ما ليش دعوة، أنا ماشي أنا ما لا. ذهب إلى مين؟ ذهب إلى الأسد. ولما ذهب إلى الأسد أمسك بأذن الأسد فعركها، يعني فركها، وأخذه من قفاه ونحاه في الطريق، فذهب الناس ومشوا. طبعا انتوا دلوقتي لو دخل علينا قطة شرسة مش هلاقي ولا واحد في المسجد، وتسيبوا الشيخ تبقى مشكلة كبيرة. قطة، امال لو دخل اسد؟ قال ما الذي يعني؟ قال هذا ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك. طب كمان في رجل صالح عالم يعني كان مجاهدا في النهار وقائما مصليا عابدا لله في الليل اسمه صلة بن أشيب، ذكره في صفة الصفوة في الحقيقة، وقال صلة بن أشيب كان من أعبد خلق الله وأعلمهم، وكان مجاهدا في النهار وعابدا بالليل. فقال حينما يرجع من الجهاد ويطمئن أن المعسكر قد نام من تعب الجهاد، يقوم هو ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه، ثم يقف بين يدي الله يصلي. قال صاحبه جئنا من تعب شديد في جهاد شديد، فقلت إن صلة لن يستطيع أن يقوم هذه الليلة، فنظرت بعد أن نام المعسكر قام صلة واغتسل ولابس أحسن ثيابه ثم بعد عن المعسكر، فقلت سبحان الله أتبعه كم يصلي؟ فقال هذا الرجل فجاء أسد يزأر في المكان حتى ارتج به المكان، وكان صلة ساجد لله عز وجل، فاختبأت في مكان حتى لا يراني الأسد وأنظر إيمان صلة ماذا سيفعل والأسد يلف حوله وهو ساجد. قال اليوم أو الليلة أعرف إيمان صلة. قال ووالله ما تحرك صلة من سجوده والأسد يزأر ويهز المكان. ثم لما انتهى من صلاته نظر إلى الأسد وقال له أنت كلب من كلاب الله، فإن أمرك الله بأكلي فكلني، وإلا فاغرب عن وجهي، فوالله لقد عكرت علي صفو عبادتي. حينما تنظر إلى هؤلاء وتقيس نفسك على هذه الأمثلة، أين هم ونحن؟ هم في قمم الجبال ونحن في أسفل الوديان، والفرق بيننا وبينهم هو قوة الإيمان في القلب الذي لا ترى في هذا القلب إلا الله. ولذلك إياك أن تحسب أن هذه خرافات، أبدا. في القرآن الكريم ما هو أشد من ذلك. وإذا كنت قد قرأت قصة أصحاب الأخدود والغلام الذي علمه الله تبارك وتعالى بذهابه إلى الله فتعلم التوحيد بعد أن كان يتعلم السحر من الساحر، وهو بعد أن تعلم التوحيد وتعلم السحر أصبح هناك فيه انفصام، أين التوحيد وهو الصحيح أم السحر هو الصحيح؟ فأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه الحق، فبينما هو يسير فإذا بدابة تمنع الناس من الطريق،
هذا الحديث رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر في قصة أصحاب الأخدود. ولذلك قال الغلام أخذ حجرا من الأرض وقال اليوم أعرف أمر الراهب أي أمر التوحيد أحب إلى الله من أمر الساحر أم لا. ثم ضرب الدابة قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وضرب الدابة بالحجر وهو غلام فماتت الدابة. فعلم أن أمر التوحيد أفضل عند الله منين؟ منين؟ وهل الحجر يقتل الدابة التي تمنع الناس؟ ولذلك ترى أن الله تبارك وتعالى يروي لنا قصة أصحاب الأخدود لكن ليس الآن مجالها. الحاصل أن ابن عمر ما فعل ذلك إلا لأنه لم يخف من الأسد، وأن صلة ابن أشيم فعل ذلك لأنه لم يخف من الأسد، وكثير من الصحابة قد حدث لهم ذلك. لماذا؟ قال ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس حينما أراد أن يدخل عليه بفرسه ورمحه فمنعوه وقالوا لا تدخل بالفرس ولا تدخل بالرمح، قال إن لم أدخل بالرمح فلا أقابله، فسمحوه فأخذ يقطع البسط برمحه ثم جلس بجوار رستم. فقال رستم له أنت وقح، قال أنت الوقح مش أنا، الترجمان يقول ذلك. فقال من ابتعثكم؟ قال بعثنا كما تعلمون لنخرج الناس العبادة من عبادة العباد إلى 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 الله. لماذا؟ قال لأنه حينما دخل على رستم لم يرى رستم ولم يرى قوته ولم يرى قوة جنوده ولا هيلمانه، وإنما واضعا في قلبه إيه؟ قال فإذا قارن قوة الله الخالق مع قوة المخلوق من يغلب؟ إذا لابد أن نفهم أن القصة أن قلوبنا تحتاج أن تمتلئ بإيه؟ بإيمان لا يخاف إلا. ولذلك إذا فعلنا ذلك فإن الله ينظر إلى قلوبنا ويغار علينا، فإذا دعونا استجاب الله تبارك وتعالى لنا دعاءنا. سليمان حينما تكلم مع النملة وفهمها إنما أعطاه الله تبارك وتعالى هذه النعمة لأنه عبد شاكر لله يستحق ذلك من الله عز وجل. المشكل مش في كده كمان يا مشايخ؟ نعم خلاص يعني بس شيء بسيط وخلاص شيء بسيط خلاص لا لا خمس دقائق بس بس أنا أريد أن يعني النملة قال الثاني قال والهدهد قال صح ولا لا؟ النملة قالت طب وإيش عرف النملة بسليمان؟ قالت سليمان الله. يبقى النملة لها أذن الله، لها دماغ عقل يعني الله، يعني هل وصل لها دعوة سليمان؟ ما هو اللي ده اسمه سليمان، سليمان مين بقى دول؟ صح ولا لا؟ مش كده؟ الله، ده كلام ليه تاني، كلام حاجة تانية خالص. تعالى على الهدهد، ولما قال له الملكة وبتاع وسليمان راح هي بتعبد غير ربنا؟ ويقول لك الهدهد شوف قال ايه؟ شوف بيقول للملك أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحط بما إيه؟ طب بالله عليك أنت لو رئيسك في الشغل تقول له أنا عرفت حاجة أنت معرفتهاش؟ هزعق. طب بلاش أنت كده، لو قلت الواحد مثلا ضابط مش هنا يعني عندكم في البلاد العربية، لو قول له يا أخي أنت مش عارف اللي أنا بقوله ولا إيه؟ هيعمل لك إيه؟ طب لو وزير الداخلية، طب لو الرئيس، طب لو الملك يحصل ايه؟ هو ده. وهدهد بيقول لمين؟ وكمان وصلوا ايه؟ وصلوا ان سليمان بيقول لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان ايه؟ يعني وصلوا التهديد، يعني المفروض يعمل ايه؟ يرجليه تخبط في بعضها صح ولا؟ لكن فمكث غير بعيد وقال له احط بما لم تحط به. ليه؟ تعرف ليه؟ وايه تاني؟ قال لم يقل له لما تكلم معه لم يقل له اعذرني انتظر بس لان انا عندي قضية كده، قال له لا انا احط بما لم تحط به
وجئتك من سبأ بناء. أنا ماليش دخل، ماليش دي مصلحة شخصية بتاعتي، دي سيبها على جنب. أنا بتكلم الآن في حاجة لابد أنك تفهمها. إيه هي؟ إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها إلى الآخر. دي لها قصة أيضا، لكن لنا أريد أن أقول لك فيها. الناس حينما ترى التكنولوجيا مشايخ اللي موجودة الآن في دنيا الغرب يحصل لها خلل في العقيدة. قصة سليمان مع النملة، قصة سليمان مع الهدهد وسبأ وملكة سبأ دي تقول لنا أن التكنولوجيا اللي موجودة في عالم اليوم وما بعد اليوم حتى لو وصلوا إلى سرعة الضوء ما هي إلا نذر يسير من تكنولوجيا القرآن. إزاي يا شيخ؟ عندك دليل؟ تعال هنا. لما سليمان جمع المجلس العسكري وقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أمين أمين عفريت، عفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن إيه، مش كده؟ وإني إيه عليه لقوي، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن إيه. طب عد الكلمات بصرف النظر عن المضاف والمضاف إليه. قال عفريت من الجن، قال إيه؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كم كلمة؟ مع المضاف والمضاف إليه يعني. طب وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إيه؟ كم كلمة؟ يعني دول 8 ودول 8 صح؟ مش كده؟ أيهما أقوى؟ العفريت ولا الراجل اللي عنده علم من الكتاب؟ إزاي؟ تعال هنا واحدة واحدة بس، واحدة واحدة. هو هينقل إيه العفريت؟ حد فيكو عفريت؟ لا ما فيش الحمد لله. خلي بالك، هو هينقل إيه؟ هيجيب ايه يعني؟ العرش. العرش ده ايه؟ كتلة، جسم، صح ولا لا؟ كتلة يعني جسم يعني، صح؟ هينقله منين؟ في اليمن يعني، صح؟ هيجيبه لفين؟ في القدس يعني، في الشام يعني، مش كده ولا ايه؟ يعني هينقل كتلة من اليمن للشام يعني مسافة، صح؟ مش كده؟ وهيمشي بسرعة، مش صح ولا لا؟ والسرعة دي تحتاج زمن اللي هو قبل أن تقوم منين؟ من مقامك، صح؟ عشان ينقله ده يحتاج قوة، يبقى كم عنصر؟ الله، ايه مش شايف؟ تاني الكتلة والمسافة والزمن والسرعة والقوة، كم عنصر؟ خمسة. طب الراجل اللي هو عنده علم من الكتاب هيجيب نفس العرش ونفس المسافة، صح؟ لكن ايه اللي هيختلف؟ الزمن، وايه تاني؟ وايه تاني؟ والقوة. يبقى اتنين ثابتين وتلاتة ايه؟ متغيرين. قال لك كلما ازدادت القوة قل، لا، زادت السرعة وقل الزمن. معايا ولا بلاش؟ هقول لك انا دلوقتي عايز امشي من هنا لباب المدرسة، هنا همشي بيد برجلي بس كده، حلو؟ ماشي الحال؟ طيب انا دلوقتي بدل واحد تاني قال لي يا شيخ انت بتمشي هنا، انا هاخد عجلة، ايهم اسرع؟ طب واحد قال لك لا ده بالسيارة تيجي، هنا ايهم اسرع؟ واحد قال لك لا بالطيارة، ايهم اسرع؟ قال كله ده، قال قوة الموتور كلما كانت اقوى تتحرك بسرعة ايه؟ اسرع. ولذلك كان زمان الموتوسيكل ده والعجلة، وبعدين الموتوسيكل السيكل اسمه ايه ده؟ ها؟ وبعدين السيارة، وبعدين الطيار، وبعدين طيارات نفاس، وبعدين سفن الفضاء، ده ايه كله ده؟ قال القوة اللي ربنا تبارك وتعالى اراد ان يلفت قلوب وعقول المسلمين انكم لن تستطيعوا ان تتحكموا في شيء الا بعنصر واحد،
هو الايه؟ لا، هو الاسباب بقى في عالم الاسباب، هو الايه؟ القوة، صح ولا لا؟ ولذلك ربنا تبارك وتعالى ضرب حاجتين الان، ضرب العفريت وضرب الراجل اللي هو، قال ايهما؟ قال هذا زمنه قبل ان تقوم من مقامك، ممكن يكون نص ساعة، ممكن يكون ساعة، ممكن يكون اكتر، لكن الراجل ده قال له قبل ان يرتد اليك ايه؟ يعني جزء من الثانية. الله، لما يكون جزء من الثانية ده يعني في علم من الامكان ان يزيد القوة حتى تزداد السرعة حتى يتحكم في الكتل والاجسام. الله، يعني ربنا يقول لك، ولذلك ربنا قال لك هناك واعدوا لهم ما استطعتم منين. يبقى اراد ان يلفت نظرنا على انكم لن تستطيعوا ان تتحكموا في اي شيء الا اذا كان عندكم ايه؟ قال والقوة تأتي بشيء واحد وهو العلم. قال فإن الجهل لا يأتي بقوة. فالعفريت قوي بخلقته، لكن بعلم الرجل تغلب على مين؟ قال فإذا كانت قوتان، قوة العفريت وقوة الرجل، ولكن الرجل يمتاز بأنه عنده علم، هو اللي ايه؟ طب وإحنا الآن مين اللي غالب؟ لا لا، الآن في دنيا الناس، مش اللي عنده قوة واللي عنده علم، صح ولا لا؟ مش بس كده. الله، يبقى ربنا تبارك وتعالى أراد أن يعطينا شيئا. سليمان يعرف ذلك، ولذلك قال على الهدية اللي انت فما تمدونني به ايه؟ بمال ايه؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم قوم إيه؟ بل أنتم إيه؟ بهدياتكم إيه؟ ليه؟ قال لأنه لم ينظر إلى هدايا الدنيا وإنما ينظر إلى هدايا الله، ولقد وضع الله القوة في هذا. ولذلك نرى أن المسلمين لم يتقدموا إلا إذا عرفوا هذه القوة التي تتحكم في الأشياء، ولن يحصلوا عليها إلا بعلم يجعلهم يتحكمون ويكون أقوى، لأنها مقارنة. ولذلك قصة سليمان يا مولانا فيها عجائب من عجائب الله لابد أن ننتبه إليها. ولكن حينما نلخص ما قلنا، أن الله تبارك وتعالى أنزل منهجا على رسول الله، هذا المنهج فيه عناصر ذكرها الله تبارك وتعالى في ثلاث سور بأربع آيات، كل عنصر من هذه الآيات هو تلاوة كتاب الله، لأن حينما تقرأ وتتلو كتاب الله يعرفك الماضي والحاضر والمستقبل والحياة البرزخ والحياة الأخرى. ولذلك يضرب الله لنا مثلا بسيدنا سليمان مع النملة، وسيدنا سليمان مع مين؟ مع الهدهد. وكيف كان تصرف سيدنا سليمان حينما وجد أناسا يعبدون غير الله. وإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ومعذرة على التطويل. بارك الله فيكم.